من كام يوم كنت بقول لكم انه ميزه النادي الاهلي قبل كل شيء انه دائما وابدا على مر التاريخ عنده ادارات. ولما بقول ادارات ما بتكلمش على رئيس مجلس الاداره، احنا بنتكلم اداره، كل واحد بيعمل دور، كل واحد مميز في دوره، كل واحد بيشتغل بشكل مؤثر في مجلس الاداره ولصالح النادي الاهلي. واحد من الاسماء دائما وابدا المؤثره في مجلس اداره النادي الاهلي، واحد شريك في هذه النجاحات العظيمه للنادي الاهلي، هو الدكتور المحترم دكتور محمد شوقي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا فندم مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا. شرف لي يا فندم، ربنا يخليك، تحياتي. ومتاخره بس يعني الف مليون مبروك كعاده النادي الاهلي بطل متوج. الله يبارك في حضرتك، ربنا يديم ويزيد يا رب. كنت بتكلم يوم الاهلي لما كسب المباراه وكسب المباراه النهائيه، بتكلم يا دكتور محمد وانا عارف ان انت راجل اهلاوي قوي قبل حتى ما تبقى عضو مجلس اداره للنادي الاهلي، ايه فكره انه نادي بقاله 117 سنه بيتخطى ال 150 بطوله، عنده كل سنه انجاز وعنده كل سنه اكتر من انجاز، ازاي يقدر نادي في العالم يحافظ على هذه الاستمراريه طول هذه السنوات؟ الحمد لله، يعني تحديدا حضرتك دي هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ربنا حباه رجال حق المعرفه يعني ووصانوا. دكتور محمد انا هستاذنك بس الشبكه فيها مشكله تقريبا، لو تسمح لو المكان بس يتغير كده افضل. كده افضل يا فندم، اتفضل. اوكي اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك انا بشعر دائما ان النادي الاهلي ربنا يعني مميز عن بقيه الانديه، لان ربنا حباه برجال على مر العصور عرفوا قدره واحبوه اخلصوا ليه وعملوا على قدر حبهم ليه، فهي دي النتيجه. والاجيال بتتوارث بعضها، ما حدش عمره قال لحد يتصرف ازاي، بس كل اختبار كان للجيل، يعني نموذج للجيل اللي الناس بتشوف، مش بتتعلم بالكلام. ربنا يدين المخلصين للنادي الاهلي ما هو ان شاء الله.